تعالوا بقى نشوف، احنا داخلين على الاجازات النهارده وبكره وبعده، اعياد جميله كده، شم النسيم وعيد القيامه المجيد. يهمنا جدا نعرف الجو عامل ايه، اللي عايز يسافر واللي رايح في حته او حاجه. تعالوا نشوف دلوقتي اهم يعني درجات الحراره في القاهره والمحافظات وحاله الطقس مع زميلتنا نيرفانا العبد. نشوف ونرجع مره تانية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة جوية جديدة ليوم الأحد. تشهد البلاد خلال الفترة الأخيرة تقلبات جوية ملحوظة، فدعونا نستعرض معا درجات حرارة مصر وعدد من العواصم العربية، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل كبرى 28 والصغرى 15 والأجواء صافية نهارا وليلا، وفي الإسكندرية تسجل كبرى 22 والصغرى 14 والجو صافي طوال اليوم، وفي بورسعيد تسجل كبرى 21 والصغرى 15 حيث الصفاء نهارا وليلا، وفي أسيوط تسجل كبرى 32 والصغرى 15 والأجواء صافية نهارا وليلا. أما عن المنيا تسجل كبرى 30 والصغرى 15 والجو صافي طوال اليوم. أما عن شرم الشيخ تسجل كبرى 32 والصغرى 21 حيث الصفاء طوال اليوم. أما عن أسوان تسجل كبرى 36 والصغرى 19 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل كبرى 35 والصغرى 17 حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 30 والصغرى 22. وإلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 23 والصغرى 8، وفي دمشق تسجل كبرى 27 والصغرى 9، أما عن الرياض تسجل كبرى 31 والصغرى 20، وفي طرابلس تسجل الكبرى 28 والصغرى 17، وفي الجزائر تسجل كبرى 17 والصغرى 11، وأخيرا في أبوظبي تسجل كبرى 32 والصغرى 25. وإلى هنا مشاهدينا انتهت نشرتنا، وإلى اللقاء. طب حلو جدا، الجو لطيف، درجات الحراره ما هياش عاليه جدا، ايام لا دي يعني جميله الجو جدا بالظبط. هو في لسعه برد كده خفيفه، لكن الجو بشكل عام في كل المحافظات لطيف وكويس. يا رب كده اجازه سعيده، اي حد من حضراتكم مسافر يقضيها ان شاء الله يومين اللي جايين.